كابتن محمود الخطيب رئيس النادي اللي طبعا بيترأس بعثة فريق الكرة في جنوب افريقيا كان حريص على تهنئة الجهاز الفني وكل اللعيبة عقب التأهل، واشاد بالاداء الرجولي لكل اللاعبين والانضباط الفني والسلوكي والروح القتالية العالية واصرارهم على تحقيق الهدف. قال ان التأهل لنصف نهائي البطولة يعد خطوة ايجابية كبيرة نحو الحفاظ على هذا اللقب، واكد كمان ثقته الكبيرة في قدرة كافة عناصر المنظومة على ان هما يستكملوا المشوار في مباراتي نصف النهائي، وبالتالي التأهل للمباراة النهائية واحراز اللقب العاشر ان شاء الله لاسعاد كل جماهير النادي الاهلي. انا هستأذن بس ممكن نرجع الصورة بتاعت الخطيب مرة تانية، لان الصورة دي لفتت نظري ونظر العديد من الناس امبارح بصراحة، وكم كبير جدا من الاهلاوية كان مشيرها هذه الصورة اللي فيها يعني ميكس ما بين حاجات كتيرة جدا يا كريم. لو انت تشوف هنا هتلاقي اولا في فخر، في زي ما تقول كيان، يعني انت بتكلم برمز كيان. انا مش ببالغ على فكرة، انا الصورة دي فعلا من الصور، انا عمري علقت على صورة قبل كده، الصورة دي فعلا حلوة جدا. طبعاً انا عاجبني قوي. بص هنا بعد التأهل ويبقى رمز النادي الأهلي موجود، وفكرة الدعم أصلاً وبتواجده مع اللعيبة نفسياً وغيره، أنا عجباني الصورة دي جداً. وعارف النظرة حتى لو في ماسك تحس النظرة فيها اللي هي إيه well done، يعني تحس إن الخطيب بيتكلم مع الفريق well done، يعني في سعادة في كده زي ما تقول إيه رضا عن إلى حد ما الأداء الأهلي برضو وصل لي. أنا عجبتني هذا الرجل استثنائي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، من أيام ما كان في الملعب وبعد خروجه برا الملاعب هو شخص استثنائي، كاريزمته استثنائية، أخلاقه استثنائية، كل ما فيه استثنائي الحقيقة. فيعني بنوجه له أكيد تحية كبيرة جدا وتهنئة، وإن شاء الله تهنئة يعني كمان يعني فترة مش طويلة قوي إن شاء الله نكون بنهني كابتن محمود الخطيب وجماهير الأهلي في كل مكان بالنجمة العشرة بإذن الرحمن.